السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. واحد سلم قبل يسلم الإمام، بعد ما استغفر تذكر أنه مأموم، كمل الصلاة، عيد الصلاة. كيف كمل الصلاة؟ سلم قبل يسلم الإمام. نعم. استغفر ورين سلم قبل أن يسلم الإمام، ظن أن الإمام سلم. لا، نسي حسب الحالة. نعم. انتبه بعد ما استغفر. نعم. كمل مع الإمام وسلم مع الإمام. نعم. صلاة صحيحة ولا ما فاته شيء؟ لا، يعني ليس عليه شيء. هذا الرجل كان عليه سجود السهو، لو سلم قبل أن تتم الصلاة، لكن نظرا إلى أنه لم يفته شيء من الصلاة فليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا لم يفته شيء من الصلاة.